أربع سنوات وما تزال مشاهد الأنقاض شاخصة في مدينة الموصل، رغم العديد من الحملات التي تحدثت عنها الحكومة المحلية في أوقات سابقة. واليوم انطلقت مبادرة مشتركة بين بلدية الموصل والجهد الهندسي للحشد الشعبي بحملة تعد الأكبر من نوعها، وذلك من أجل رفع ما تبقى من أنقاض الحرب. انطلقت يوم أمس بثلاث قطاعات، قطاع الربيع متمثلة في منطقة الزنجيلي ومنطقة الشفاء، وقطاع الغزلاني وقطاع موصل الجديدة، حيث بلغت كمية الأنقاض المرفوعة في تلك المناطق لليوم الأول ما يقارب 1200 طن. 11 مليون طن هي كمية الأنقاض بحسب الإحصائيات الأممية، يقابلها عجز حكومي في توفير الآليات لبلدية المدينة من أجل رفعها. وكانت هذه الأنقاض ولا تزال من أكبر العوائق التي تواجه عودة السكان. من التحرير لحد الآن، يعني من تحررنا إلى الساعة، جو المجاري عملوا الماء وعملوا المجاري وما حد بلط وما حد شال الأنقاض. يعني أغلب العالم تقول أنا علش أرجع، منطقة مدمرة وتراكم الأنقاض بصورة كبيرة جعلها تشكل خطراً على حياة السكان، فبعضها ملوثة ببقايا المواد التي استخدمت في القنابل والصواريخ، وهنالك تحذيرات بيئية خصوصاً تجاه الأطفال الذين يلعبون بالقرب منها. والله هذه الأنقاض صار لها من وقت التحرير ما يقارب من 3 سنوات إلى 3 سنوات ونص، هاي الأنقاض على حالها إلى أن بادرت كوادر الحشد الشعبي بإزالة هذه الأنقاض من المنطقة. وطبعاً إزالة الأنقاض من المنطقة شوية ترجع حركة بالمنطقة، ترجع حيوية المنطقة. ومن المفترض أن هذه الحملة ستستمر لعدة أشهر، تستهدف فيها الأحياء الأكثر تضرراً بسبب ضراوة المعارك. أطلقت الحكومة المحلية فيما مضى العديد من المبادرات لرفع الأنقاض، والنتيجة أن المشاهد بقيت كما هي، حتى جاءت هذه المبادرة المشتركة بين بلدية المدينة وبين الجهد الهندسي للحشد الشعبي، ويأمل الناس هنا أن تكون هذه الأخيرة للقضاء على ما تبقى من مشاهد الدمار. من الموصل، محمود الجماسة، قناة التغيير.